حاجات ما هي المتاحف اللي موجوده في مقطم ماشي انا جبت كده لا الطريق نفسه والحاجات شغل اللي ما شاء الله سوق الحمام والحيوانات دي برضه في من اسمها ايه الحته بتاعت عمرو جامع عمرو بن العاص والجنسيه المعلقه بصراحه كنايس وفي الاهرامات وفي هناك اسمها ايه كبداسه وفي حته كبداسه وفي حته كل ده وهنا بقى في شارع درب الدبانه رقم 10 بص بتاع حسن اهو اه بس بتاع حسن الشمال ده اللي هو في الشارع اه ما نعرفش انا لسه قاص كبير